بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع نصيحة الجمعة تحت عنوان مسؤولية النفقة المالية للرجل بين الهوى وعدالة الإسلام. الرجل حيت يتزوج تتولي عنده مسؤولية، ماشي يدير بالفلوس ديالو داكشي اللي بغا حيت كان عزري، لا حيت ولا مزوج ولات عنده المسؤوليه ديال مرتو، حيت دار الوليدات ولات عنده المسؤوليه ديال ولادو. هذاك المال اللي ولا عنده اما تيخدم وفي عمل حر واما تيخدم في وظيفه عموميه ما بقاش ديالو، ولا حقوق ديال الاخرين عليه، ماشي ياكل اللي بغا ويلبس كيما بغا ويتسارى كيما بغا. هذا ما يصلحش يكون زوج ورب اسره. سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الآية الكريمة، نردوا البال، هذه الآية الكريمة عباد الله من سورة النساء تتحدد بكل وضوح الوظيفة ديال الرجل والوظيفة ديال المرأة في الحياة الأسرية. إلا مشينا خلفنا هذا النظام ديال سيد ربي سبحانه وتعالى في الأسرة، غادي هذيك تكون العلامة ديال الهلاك ديال الأسرة. وحنا شنا الهلاك ديال الأسرة في أوروبا، وحنايا غاديين حنايا في الطريق إلى تبعناهم. فلهذا الرجل عنده مهمة والمرأة عندها مهمة، فالتكلف ديال الرجل بالقوامة والتكلف ديال المرأة بالحافظية. إلا أن المصطلح ديال القوامة عنده سوء فهم بالنسبة، وعطانا واحد الخلال بالنسبة للتسيير ديال الأسرة اللي هي تعتبر الخلية لولاد المجتمع واليجورة لولاد المجتمع. فأشنو المقصود بالقوامة؟ حيث قال سيد ربي أنا أعطيتك الرجل القوامة. من العلماء القدماء والمحدثين اللي فهموا ان القوامه هو واحد السلطه، واحد السياده مطلقه ديال الرجل على المراه، لانه تيتفضل عليها هو وفضل منها هو بالكمال ديال العقل ديالو والدين ديالو وباعمال تخص بها هو دون المراه، اضافه للنفقه اللي تيعطي. وهاد الناس اللي قالوا هذه هي القوامه تنردوا عليهم، لانه ما جابوا هذا الشيء هذا وفهموه هما وقال لك حنا فهمناه ها الشرع اش قال، تنردوا عليهم وتنقول لهم رصاق فهمتوا الشرع فهم ناقص وفهم معوج وفهم غير مكتمل. تنردوا على هادو بنصوص ديال الشرع الحكيم وتنقولوا لهم لو كان المراه فيها شي نقص في العقل ديالها والدين ديالها كما انتم تتزعموا، غادي يكون هاد الشيء هذا فيه واحد الخرم في المروءه ديالها، وبالتالي غادي يسلبها الاراده ديالها، وبالتالي ما غاديش تقاد مع الرجل. فاللي بينا بان هاد الشيء اللي ادعيته يعتبر خطا، اولا في الافعال والجزاء. ياك دابا انتم ناقصين، بحال مثلا تندير واحد الخدام عطيناه واحد الخدمه ناقصه غادي نخلصوه ناقص، مثلا الخلاص ديال الشاوش ماشي هو الخلاص ديال رئيس المصلحه. ولكن حيت نجيو بالنسبه للمراه والرجل، الا قال الرجل لا انا تنتفضل انا افضل من المراه بكذا وكذا، تنقول لي اجي نشوفوا الافعال والجزاء ديالها عن سيد ربي سبحانه وتعالى. سيقول سيد ربي في سوره النساء: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، ذكر او انثى بمعنى مقادين، فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. تنردوا عليهم ثانيا، تجو الامر بمعروف والنهي عن المنكر، مقاد الرجل مع المراه. فلهذا فين هو النقصان ديال المراه هنايا؟ فلهذا المسؤوليه ديال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليه مشتركه ما بين الرجال والعيالات، لقول الله تعالى في سوره التوبه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. تنردوا عليهم الرد الثالث وتنقولوا اما داك الشيء اللي سامح فيه الاسلام وتجاوز فيه على المراه ورفعوا الشرع الحنيف على المراه من احكام
وتخص به الراجل بحال الزيادة في بعض الحالات في الميراث، ماشي كاع الحالات في الميراث، بحال الإمامة الكبرى، بحال الآذان ما تودنش المرأة، وغيرها من الحوايج اللي سيد ربي سبحانه وتعالى داروا من الراجل في الشريعة الإسلامية وما داروش المرأة. هادشي هذا ماشي نقصان من المرأة، راه علل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، ولكن ما عمره ما ودن. لهذا العمل ديال هذاك هنا تنشوفوا بانه ما يليقش بالمقام ديالو السامي، رغم انه درنا احاديث وكل شيء اللي قالنا فيها الفضل ديال الاذان. فهذاك الشيء اللي عفاه فيه الشرع الاسلامي المراه عللو قالها علاش، مش غير قال لي هكاك باش هذاك الاخر بالهوا ديالو غادي يقول لك واش تي حنا عندنا هذا الشيء والعيالات ما عندهمش لان حنا افضل منهم. لا، علل الشرع هذا الشيء هذا بواحد المقاصد ساميه ما تتنقصش من القيمه ديال المراه وما تتحكمش عليها بانها اقل من الرجل. بالمقابل ديال هذا الشيء كاينين العلماء القدماء والمحدثين اللي بين ان القوامه ماشي هي سلطه ديال الرجل مطلقه على المراه، لا، القوامه هي رعايه ومسؤولية ديال حماية المرأة والحفظ ديالها والصيانة ديالها وجلب المصالح ليها، كيف ما كانت النسبة ديالها للرجل والقرابة ديالها منه. والسبب الأساسي في اختلاف العلماء في هذا المفهوم هذا ديال القوامة ناتج منين؟ علاش هادو قالوا سلطة مطلقة وهادو قالوا لا رعاية؟ منين جا هاد الشيء هذا؟ ناتج على مدى الجمع ديالهم ديال النصوص الشرعية في الموضوع. كاين اللي شد غير واحد الجنب ديال غير شي حديث ولا شي آية وفهمها، ولكن كاين اللي جمع الآيات والأحاديث واستخلاص الحكم منها. فإذا كان القرآن الكريم حمال أوجه، حيت نقولوا مثلا إنا أعطيناك الكوثر، شي وحدين قال لك الكوثر هو نهر في الجنة، شي وحدين قال لك هو الخير الكثير. فلهذا حنا نجمعوا بيناتهم جوج، الخير الكثير ومن هذا الخير الكثير نهر في جهنم في الجنه، الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به نهر الكوثر. فلهذا هنا تنشوفوا نجمعوا النصوص، ما نشدش انا النص ونفهم الشريعه الاسلاميه من خلال ذاك النص، لا، لان هناك نصوص اخرى باش نفهم الشريعه الاسلاميه متكامله. فاذا كان القران حمل الاوجه فالسنه القوليه بمعنى حمل الاوجه، معناتها يتفهم هكا ويتفهم هكا. هنا خصنا شكون اللي غادي يحسم لنا في هذا الشيء؟ هو الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، السنه القوليه ديالو والتقريريه ديالو والفعليه ديالو. فلهذا هو الضابط ديال هذاك النصوص الاخرين، فهي التفسير والنموذج التطبيقي واللي تيشرح لنا داك الشيء اللي ورد في القران الكريم مصداقا لقوله تعالى من سوره النحل وانزلنا اليك الذكرى لتبين. شكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ باش هذوك اللي قال لك حنا ما عندنا ما نديرو بالسنه، ما يمكنش باش تعرف الظهر بعد الركعات والعشاء والعصر بعد الركعات والمغرب ثلاثه والصباح جوج، ما كايناش في القران كاع. شكون اللي غادي يوليها لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال صلوا كما رايتموني اصلي وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. لهذا لابد باش نتاملوا المفهوم ديال القوامه الصحيح في الدائره ديال النصوص الحديثيه المتعدده واللي تتوصي بالنساء خيرا. ومنها الحديث اللي رواه لنا الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله اسمع أكمل المؤمنين. اسمع اللي القوامة مطلقة وتضرب المرأة وتترفس على المرأة وتاكل أنت وتبرع أنت وتخليها هي معرية، حتى أنه كاينين العيالات اللي هي تتمرض وما تيشري ليهاش الدواء حتى تيمرض هو وتيتمرض بنفس المرض وتبقى تاكل الدواء معاه، وتيقول لك أنا هي القوامة باسم الشرع الإسلامي ظلما وعدوانا. هذا الشيء هذا كلمة حق أريد بها باطل. فلهذا الحديث النبوي الشريف اللي هو تقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. ماشي يقول انا ما تتكلمش المرانة في الدار حيت تقول، لا، هذاك ماشي خيريه، هذه هذاك سلطويه وتعدي وظلم وطغيان. وبهكا تيترفع مفهوم القوامه من المعنى ديال التكفل ديال الرجل بالقوه ديالو والعضليه ديالو والمال ديالو والرئاسه ديالو للمعاني ديال الطاعه ديال سيد ربي والطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم والرعايه ووصيته تجاه العيالات والنساء عموما وباستقصاء النصوص الشرعيه. فهاد المجال هذا تنستخلصوا
أن القوامة هي مسؤولية القيادة الرفيقة والرعاية الحكيمة اللي تفصلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤوليه هذه اللي على العاتق ديال الرجل في الهل ديالو، واللي ذكرها لنا الحديث النبوي الشريف الصحيح، هي مسؤوليه رفيقه في مجال الكسب والمدافعه والسعي على العيال. تتقتضي نرجعوا الحق للمراه اللي تغصب منها قرون كما حدد لنا الشرع الاسلامي، كما تقتضي هذه المسؤوليه نحميو هذه المراه هذه ونحفظوها من العدوان الداخلي والخارجي، ونحرروا المراه من العجز والتبعيه الاقتصاديه، ويتعطى لها الحق ديالها في النفقه زوجا واما. علاش العيالات بغاو يمشيو يخدموا؟ علاش مسكينه دابا هي تتصيب هذيك، هي خدامه في الدار وغادي خدامه ليها ويتكرس عليها رئيس المصلحه ديالها وعاود في الدار وداك الشيء؟ واش هي كرهات؟ لان الراجل ما اداش الحق ديالو ديال القوامه ونفق عليها بالسيف عليه، ماشي الفلوس ديالي انا اللي تنخدم عليهم وهو تيبقى يعطيها، وحتى الا مش عطاها شي حاجه ولا هذا تصيبك متبعها هذوك الرجال القدام، حيت يشوف المراه ديالو تتمشي تبيع النخاله تطلب لي عافاك نمشي للحمام، سيري من الفلوس ديال النخاله. او شي واحد في العصر الحالي دابا تيبقى يعطيها شي شويه ديال الفلوس على اساس انه هو ديالها، شهادوك ديالها. لو كان كانت غير خدامه غادي نعطيها 150 الف فرنك، هذا اقل ما يمكن، عاد زيد التمتع ديالها جنسيا شكون اللي غادي يعطيها لك؟ غتمشي للحرام. فهذه فيها تمتع جنسيا وفيها خدمه ديال الدار وفيها رعايه وفيها شحال من حاجه، وما تتعطيها حتى ريال ولا عطيتيها شي ريال تتبقى متبعها معاه. شوف ذاك الفلوس اللي عطيتك كان ذوك الفلوس ما نعرف شحال فيهم، وبالتالي انت ما اديتيش الدور ديالك ديال القوامه وتولي دفعتيها هي باش تنتقل من الانوثه ديالها اللي خلقها الله عز وجل عليه باش تولي في الرجوله، حتى هي دير بلو جين وحتى هي دير كوب غارسو وحتى هي تزاحم مع الرجال وداك الشيء، لانك انت ما راجلش، انت ما فيك الصفه ديال القوامه اللي عطاها لك سيد ربي سبحانه وتعالى. فلهذا هنا تنشوفوا ان المعنى ديال القوامه تتعطي للمراه ديالها حق النفقه زوجا ولا اما، وتتعطيها حق المتاع مطلقه، هي مطلقه واعطيها حق المتاع واجره كريمه عامله، وتهيئ لها الظروف ديال الاستقرار في البيت ديالها، لانها عليها هي هذيك المراه هذيك الزوجه تيتوقف الاستقرار ديال المجتمع والاستقرار ديال الدوله. ماشي نغيروا المدونه غير هكاك، راه الفصول ما غاديش تغير لنا الواقع، لا، فالعدل في ضمير القاضي وليس في نصوص الاحكام. فلهذا الاحكام كاينه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كاع وكاينه الرجم وكل شيء، ولكن شحال من واحد ترجم، شحال من واحد تقطعت ليه يديه. فكان الراجل تيجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم باختياره، ما شافوا حتى شي واحد، وتقول يا رسول الله لقد هلكت، اقم علي على الحد، وتيبغي يديه ويجيبو عاود ياك ما يتراجع ولا شي حاجه. اما دابا النصوص فينا هو؟ بحال داك اللي غادي للطوموبيله وشدو البوليسي، قال ليه شتي ستوب ولا لا؟ قال ليه شتو، قال ليه علاش جبت منه؟ قال ليه ما شتكش انت. بمعنى ان الناس يخافوا من هذوك الفصول القانونيه، لا، الشريعه الاسلاميه قالت لك غتخاف من الله واتقي الله عز وجل. لهذا تروي لنا ابو داود بسند حسن القوامه، قلنا هيا حيت نجي نشوفوا عن معاويه بن حيده رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجه احدنا عليه؟ شتي المفاهيم هذا؟ ماشي انا حاضي غير الاحاديث النبويه اللي تتعلق بيا انا الرجل، تنقول لهم شوفوا انا الجنه ديالك وانا النار ديالك وان الملائكه تتغضب عليك الا بت انا غضبان، وهذا الشيء اللي حافظ. وفي الاحاديث الاخرى ديال الحقوق ديالها هي،
قبل ما تطالب بالحقوق ديالك انت، حقق ليها الحقوق ديالها هي، وعاد نحاسبوها على الحقوق ديالك انت. فلهذا هذا الصحابي اتربى التربيه السليمه، ما جا تيشوف اشنو هي الحقوق ديالو على مرته، لا، تيشوف شنو الحقوق ديال مرته عليه هو، باش يبري الذمه ديالو. ما حق زوجتنا، زوجه احدنا عليه يا رسول الله؟ قال ان تطعمها مما طعمت. شريتي جلابه، عطيها الفلوس ديال الجلابه هي تشري، ولا تاكلهم، شغلها هي، هذا انت فرقتي. وان تكسوها مما اكتسيت. كليتي واحد الماكله مبرعه في الزنقه ولا شي حاجه، ايوا اعطيها ثمنها هي، وهي غادي دير اما تصاوبها ولا شي حاجه، معناه ان هذيك الاجره ديالك ما بقاش ديالك انت وحدك، داك الشيء اللي درتي غادي ديروا ليها هي. فالصحابه رضي الله عنهم كانوا الى سولوا النبي صلى الله عليه وسلم تيسولوا باش يعملوا، ماشي باش يعلموا فقط، وتيسولوا على الحقوق ديال الغير عليهم باش تبرد الذمه ديالهم من هذيك الحقوق، ويمشوا عند الله عز وجل سالمين غانمين، وليس عن حقوقهم على الغير، خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم، تيسولوا غير باش المعلومات، ثم ما تيعملوا الا القليل منهم، تيسولوا عن الحقوق ديالهم، ويعرضون على السؤال عن الواجبات ديالهم تجاه الغير، وذلك ان الاسلام تعلم الانسان انه الا علم من الشريعه شي حاجه تيخصو يعمل بها، وتتولي حجه ليه او عليه، الا عمل بها فهي حجه ليه يوم القيامه، والا ما عملش بها تتكون حجه عليه، غادي يتواخد عليها ويتعاقب عليها. وما اكثر ما كان الصحابه رضي الله عنهم تيسولوا النبي صلى الله عليه وسلم على الامور ديال الدين ديالهم. هذا صحابي واحد من هذوك اللي خلات لنا السنه، سميتو معاويه بن حيدر رضي الله عنه، سول رسول صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة احدنا عليه، قال لي ان تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت، يعني ما تخش نفسك بالكسوة بلا بها هي، ولا بالماكلة والشراب بلا بها هي، ولا بالمسارية انت ولا بها هي، بل هي الشريكة ديالك في المال اللي تتكسبو انت، لانها راه ماشي خدامة عندك فابور، راها هي تقوم بالحافظية، أن تحفظك في مالك وفي عرضك. هاد الشيء هذا راه ما كاينش اللي قد يديرو إلا ما كانتش عندك مرأة في هاد الصفات هذه. فلهذا يجب عليك يا عبد الله، يا أيها المؤمن، يا من تتسابق على الصفوف الأولى، أن تنفق على زوجتك كما تنفق على نفسك. حتى أن كثير من العلماء تيقول إلا ما نفقش الرجل على الزوجة ديالو وطالبت هي بالفسخ عند القاضي، فللقاضي أن يفسخ النكاح، لأنه قصر هذاك الرجل في حق هذيك المرأة الواجب عليها. وتروي لنا الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عمرو بن الاحوص الجشمي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع تيقول بعد ما حمد الله وثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن. ما يدخلوش شي حاجة للدار من الناس اللي ما بغيتوش نتوما، ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا من الرجال ولا من العيالات. هذا الحق ديالكم انتم على عيالاتكم، والحق ديال عيالاتكم عليكم. الا وحقهن عليكم، هذه حجه الوداع، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتصافط مع البشريه كلها. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا، تحسنوا، شوف الاحسان هي اعلى درجه من جميع الافعال، ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. هذه الأحاديث فيما يتعلق بحق النساء على أزواجهن. والله سبحانه وتعالى سيقول في كتابه الكريم في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف. وسيقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فآمر سبحانه وتعالى باش يتعاشروا العيالات بالمعروف، وخبر ان لهن مثل الذي عليهن بالمعروف من الاحسان والطيب ديال الكلام واداء الحق. فهذيك المراه
حق لها حق وعليها حق، فعلى الزوج الإحسان ديال العشرة ديالها والطيب ديال الكلام وحسن الخلق والإنفاق والاستيصاء بها خيرا والتوجيه ديالها للخير إلى غير ذلك، وهي عليها السمع والطاعة فيما يرضي الله في نفسها وفي بيتها، وما تدخلش للدار شي حاجة ولا تأذن لشي واحد من غير اللي أذن فيه الزوج ديالها. وفي الحديث ديال معاوية بن حيدة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، يعني تكون طيبة العشرة طيبة الخلق، تطعمها من الطعام ديالك وتلبسها من اللباس ديالك بحال كيما تلبس انت بحال هي، فتكون عادلا في الكسوة وفي الطعام. هكذا المؤمن مع الأهل ديالو تيعاشر بالمعروف وتيتكلم بالطيب وتيحسن لها في خلقه وفي أعماله كلها، لا يكون فظا غليظا ولا مسرفا على نفسه ولا صخابا ولا لعانا، بل يستوصي بالنساء خيرا. وعليها هي أيضا أن تقوم بالواجب وأن تحسن العشرة وأن تمتثل أمره أي أمر زوجها في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن لا تأذن في بيته بغير إذنه وأن لا توطئ فراشه من يكره، فعلى كل منهما التحبب للآخر بالكلام الطيب بالفعل الطيب الجميل. وفي الحديث الآخر سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فحسن الخلق من كمال الإيمان، والمؤمن طيب الكلام طيب السلام طيب المعاشرة، فحسن الخلق من خصال الإيمان ومن كمال الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحسن الخلق من أهم المهمات ومن أفضل القربات. حج عشرة الحجات صلي ما تخرج من الجمع كاع، ولكن إلا ما كانش عندك خلق راه ما كاين حتى شي حاجة. فالمؤمن تيعتني بحسن الخلق مع الهلية ديالو ديال الدار وعلى رأسه المرأة ديالو مع الأقارب ديالو مع الجيران ديالو مع الجلساء ديالو. سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، هذا كلام عظيم. وسيقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، شكون اللي تيصلي بزاف اللي تيصوم بزاف؟ لا، أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق عنده منزلة عظيمة في الدين، ولا سيما مع الزوجة والأولاد ومع الأهل ومع الأقارب ومع أهل الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وخياركم خياركم لنسائهم، يعني خياركم في المعروف خياركم لنسائهم في الكلام والأسلوب الحسن والعشرة الطيبة وعدم الظلم وعدم التعدي. سروينا أبو داود في السنن ديالو كتاب الزكاة باب في صلة الرحم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كافي هذه غير هذه، كافيك من الفضيح كلهم الزبايل كلهم. كلمة كفى تشعر بأن هذا الفعل هذا هو بذاته وحده إثمه يكفي في هلاك صاحبه، فما هو هذا الشيء الوحيد اللي يكفي الإثم دياله في هلاك فاعله؟ هو يضيع هذاك الإنسان هذيك اللي مكلفة اللي هي مكلف بها وجالسة في الدار، ولا يضيع ولاده، هذو هما اللي يعول أي اللي تنفق عليهم وتلزمه نفقتهم. وأعمال الشر تتفاوت في عظم الإثم، معنى اللي دار هذه كاين اللي فوق منها، وهكذا في الأمر الشر كما قال سيدي ربي في سورة فصلت ولا تستوي الحسنات ولا السيئة. بعض المفسرين تيقول لك لا تستوي الحسنات بناتها بل تتفاوت بعضها لبعض، ولا تستوي السيئات كذلك، السيئات بعضها فوق بعض، ولكن هناك سيئة وهناك أسوأ من هذه السيئة، هناك حسنة هناك أحسن من هذه الحسنة. وفي الحديث هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كفى بالمرء، معنى المرء هنا مذكر ومثله امرؤ ومؤنثة امرأة، أي الإنسان مطلقا، وتشمل المرأة إثما أي ذنبا عظيما باش يضيع ويكون ذلك بأحد الوجهين. الوجه الأول يكون هذا غني وعنده وما تينفقش تيبخل وتيتغافل وتيسهى على المرأة ديالو على الوليدات ديالو،
وتيمشي يضيع الفلوس ما اماكن اخرى. هذا كفاه اثما، هذا كفاه اثما. يشري الطوموبيله سيدي مبرعه، ويلبس مزيان مبرع، ويمشي يقص في القهوي مبرع، والمراه ما عندهاش حقوق ديالها. داك التبرع اللي متبرع خصك حتى المراه دير. على الوجه الثاني، في كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، انه هو مزير كاع كاع حنا نديرو مزير في النفقه، في التصرف ديال عنده اعصار، معناه معسير. ولكن اذا كان الامر كذلك، هنا النفقه ديالو خصها داك الشيء اللي درتي لراسك ديرو ليها هي. ما تقوليش انا مزير ودير ليها ما يسمى بسياسه التقشف، شي ياكل وشي يشوف، انت تاكل وهي تشوف. علاش؟ لانك راك معسير. لا، معسير بيناتكم بجوج، ماشي معسير هي بالنسبه ليها هي وانت تبرع مع راسك. هذا ما ينبغي ان نستحضره، والا لازمتنا العقوبه في الدنيا وفي الاخره، لان حقوق العباد مبنيه على المشاححه، وحقوق الله مبنيه على المسامحه. والسلام عليكم ورحمه الله.